لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عن النعمان بن بشير وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم يكون ملكا جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراحل الخلافات والحكم من ناحية انتقال السلطة أو تداول السلطة أو تداول الحكم بعد النبوة. خلافة راشدة، خلافة راشدة، الحكم يكون عن رضا من المسلمين، عن موافقة. خلافة على منهاج النبوة، بعدها يكون الملك العاض الوراثي، اللي بيملك، اللي بيحكم، بيعض في الحكم ويورثه لأولاده. فيش تداول للسلطة، فيش انتقال للسلطة إلى آخرين. ثم يكون ملكا عاضا، اللي يوصل له الملك بيعض فيه، بيمسك فيه بإيديه وإسنانه، يبقى يورثه، لكن الناس راضية. ثم يكون ملكا جبريا، مرحلة أخرى، ملك جبري بالإكراه، الناس راضية مش راضية، عايزة مش عايزة، ملك جبري مفروض على الناس،
يكرهونه ولكنه يكون فيهم. ثم خلافة على منهاج النبوة بعد الملك الجبري حينتهي وتيجي خلافة على منهاج النبوة. النبي لما ذكرها سكت، ما قالش زي كل مرة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء، لا، هي آخر حاجة من خلافة على منهاج النبوة وتبقى إلى قيام الساعة بقى، إلى أشراط الساعة الكبرى. طيب دي مراحل انتقال السلطة، التداول يعني ورضا الناس. أما الحكام ذات نفسهم، الرؤساء الملوك والأمراء والسلاطين أحوالهم إيه؟ النبي اتكلم عنهم، اتكلم صلوات ربي وسلامه عليه، أخرج ابن حبان بسند صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون خلفاء بعدي يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، ثم يكون بعدهم خلفاء يعملون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر فقد برئ، لكن من تابع ورضي. برضو هنا حديث آخر جديد، النبي يتكلم بقى عن أعمال الحكام، أعمالهم: سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون، ده كويس، ويفعلون ما يؤمرون، كويس، ثم يكون بعدهم خلفاء يعملون ما لا يعلمون، بيعملوا بجهل، مش اللي هو عارفه، مش اللي هو عارفه من الدين، لا، ده له أعمال أخرى. ويفعلون ما لا يؤمرون، اللي مأمورون بيه ما بيعملوش، امال بيعملوا ايه؟ عكس اللي اتأمروا بيه، عكس المذكور، يعني عكس الدين. جابوا الكلام ده منين؟ من الأمم الأخرى اللي بيحكموا بعادات أو بتقاليد أو بأعراف أو بقوانين مستوردة أو بدساتير أو بغير ذلك، يعملون بما لا يعلمون، يعني بجهل، ويفعلون ما لا يؤمرون، اللي ربنا أمرهم بيه والنبي أمرهم بيه ما بيعملوش، يعملوا العكس، ما لا يؤمرون، المنهيات بيعملوا بيها. يبقى النبي هنا اتكلم عن الخلفاء اللي بعده كلهم، اللي مستقيمين واللي منحرفين، قال دول وقال دول تاني مهم. سيدنا أبو هريرة بيحكي إن النبي قال: سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، حلوين دول، ثم يكون بعدهم خلفاء حكام. العجيب إن النبي سماهم كلهم خلفاء، دول خلفاء ودول خلفاء، الأولين مستقيمين والأخرى منحرفين، سماهم خلفاء، ثم يكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون. خلفاء، شوف النبي بين أعمالهم إزاي، عرف منين سيدنا النبي؟ من الوحي. النبي لا يعلم الغيب، إنما ربنا بيعلمه. الحكام بتوع الأمة الأولانيين هتبقى أحوالهم كذا، والأخرى أحوالهم كذا. النبي يقول بقى في آخر الحديث: فمن أنكر فقد برئ. اللي بينكر على الحكام دول اللي هم بيعملوه إن هم بيفعلوا ما لا يؤمرون ويعملون بما لا يعلمون، من أنكر فقد برئ، برئ من الحساب، برئ من الظلم بتاعهم، برئ من الخسارة، برئ من كذا. لكن من رضي وتابع، لكن يعني ايه خسر وخاب وهلك؟ من رضي بعملهم وتابع، هو قاعد يعمل اللي هم بيعملوه. هنا الرسول بين احوال الحكام عشان ما حدش يقول النبي كانش عارف، لا عارف،
هيعملوا ايه بالظبط ويتصرفوا ازاي، والانحراف والتغيير والتبديل، كل ده النبي قاله صلوات ربي وسلامه عليه. مفصل. ستنا أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أئمة بعدي. بعدي هنا سمام أئمة، سيكون أئمة بعد، تعرف منهم وتنكر. بتعرف منهم أعمال، بيصلوا بيصوموا بيحجوا يعملوا عمرة، وتنكر في أمور هتنكرها كتير جدا، انحرافات تغييرات أعمال فاسدة منحرفة أهواء وأفكار تعرف منهم وتنكر. فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، لكن من رضي وتابع. تاني النبي قال ايه، سيكون بعدي أمراء تعرف منهم وتنكر، تنكر عليهم حاجات مش من الدين، دي ليست من الشريعة، ليست من الإسلام، ليست من السنة، غريبة، تعرف منهم وتنكر. فمن أنكر بلسانه رفع صوته واعترض فقد برئ، برئ من يعني التبعة بتاعتهم. ومن كره بقلبه فقد سلم، أقل حاجة بقلبك تبقى حتى لو ما تكلمتش بس من جوه عارف ده منكر. من أنكر فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، لكن من رضي وتابع. اللي راضي باللي بيتعمل ده هالك، واللي بيتابع اللي بيتعمل هالك. اسمع بقية الحديث عشان هو ده عايز اكلمك فيه شوية. قالت أم سلمة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. طب نعمل عليهم انقلاب، طب نشيلهم بالسيف بالقوة، طب نغيرهم، طب ننزلهم، طب نبدلهم. أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. ترامب بيصلوا، عجيب جدا، واحد زي حالات يقول ايه ترامب بيصلوا، الله امال ايه تعرفوا منهم وتنكر، ايه المنكرات دي، ايه المنكرات دي، طالما بيصلوا مش ربنا قال في القرآن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغش؟ مش الصلاة بتنهى عن المنكر؟ امال النبي قال عنهم ايه تعرفوا منهم وتنكر، يعني بيعملوا منكرات وبيصلوا، ايه الصلاة دي بقى؟ مش الصلاة حقيقية بتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ ايوه بيصلوا، بس صلاتهم ما نهتهمش عن المنكر، واحنا ساعات بنعمل زيهم كده، ادينا بنصلي وساعات بنعمل منكرات، ولا حلوة لنا وحشة اليوم، ما احنا بنصلي بنعمل منكرات برضه، ولا ما بنعملش منكرات؟ لا بنعمل، وهم بيصلوا بس المنكر بتاعهم اكبر، احنا شايفينه بس المنكر بتاعنا ايه مش شايفينه. على اي الاحوال حتى لو بيصلوا في الظاهر، بيصلوا جمع، بيصلوا اعياد، بيصلوا مناسبات، بيصلوا في افتتاحها، بيصلوا. النبي لما سئل افلا ننابذهم بالسيف قال لا، ما صلوا. اللي بيصلي ما يتحاربش، ما يتشلش، ما يتنزعش، ما يتغيرش. واحد دي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بعت للرسول شوية ذهب صغيرين وما تصنعوش، حتى الذهب لسه في التراب بتاعه، والنبي اراد ان يتألف بعض الجدد في الاسلام عشان يثبتوا في الاسلام، فالذهب ده صغير شوية صغيرين جاي من اليمن، فالنبي وزعه على أربعة رجال من رؤساء القبائل، من المشاهير، من العظماء، يعني دول لو ثبتوا في الإسلام يخش وراهم قبائل كتيرة جدا. النبي وزع الذهب ده
فقام رجل غائر العينين منتشر فتحات الأنف وشعره، قال: يا رسول الله اتق الله واعدل فإنك لم تعدل. كلمة دي كلمة قال للنبي. فقال النبي: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ تأمنوني على ده؟ ربنا بيستأمني على فقام خالد بن الوليد قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، طير رقبته وأمرني. قال: لا، لعله أن يكون يصلي، بيصلي. فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي: لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس. أنا ما أعرفش اللي بيقول بلسانه واللي مش في قلبه، أنا قدامي إيه؟ بيصلي. إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، أضربه في بطنه هو بيصلي، أقتله وأموته، لا، إني لم أؤمر أن أقتل المصلين. بيصلي حتى لو في الظاهر، حتى لو اللي في لسانه مش على قلبه أو اللي في قلبه مش على لسانه، بيصلي. خلاص نرجع تاني للحديث عن الحكام اللي النبي قاله: تعرف منهم وتنكر، من أنكر فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، نشلهم ونغيرهم ونجيب غيرهم؟ قال: لا، ما صلوا الصلاة، اعملوا لها اعتبار، حتى لو كان عنده ما عنده حاكم ورئيس وملك وأمير وسلطان، سمه ما شئت، تعرف منهم وتنكر، عنده حاجات احنا عارفينها من الدين وعندهم منكرات، نعمل ايه؟ نشيلهم؟ النبي قال عشان ما لا اجتهادي ولا اجتهادك ولا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا الصلاة لها اعتبار. هو منحرف؟ اه. عنده منكرات؟ اه. والمفروض ان الصلاة بتنهى عن المنكر؟ اه. وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ اه، بس بيصلي. شفت؟ عند الترمذي برضه بإسناد صحيح، عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. حلوين دول. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. في الحلوين مين؟ من الحكام اللي احنا بنحبهم ويحبونا وبندعي لهم وبيدعوا لنا. والوحشين مين؟ اللي بنكرههم وبيكرهونا وبندعي عليهم وبيدعوا علينا. قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ الوحشين دول اللي بيدعوا علينا وبيكرهونا واحنا بنكرههم وبندعي عليهم برضو وبنلعنهم، أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني أقاموا فيكم الصلاة؟ يعني مرتبين لكم اللي بيصلوا بيكم، اللي بيأذنوا واللي بالأئمة والخطبة والمؤذنين والجواب، هذه إقامة الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ومن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. بس حديث ده في صحيح مسلم. يبقى الحكام الوحشين مين؟ اللي بنكرههم وبيكرهونا وبندي عليهم وبيدوا علينا وبنلعنهم وبيلعنونا. طب ما نشيلهم بقى، ده احنا بنلعنهم، الناس كلها بتلعنهم وبتدي عليهم، ربنا ياخدهم وربنا يخلصنا منهم، ربنا يعمل فيهم ويسوي. طب ما نشيلهم بقى بالسيف، افلا نقاتلهم؟ قال النبي: لا،
ما أقاموا فيكم الصلاة طول ما الصلاة شغالة وسايبينها وبيرتبوا لكم اللي يقوموا بالصلاة مؤذنين وأئمة وخطبة ومساجد. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والنبي عارف إنهم وحشين. أيوة، ما النبي اللي قال، ما النبي اللي بيوصف، ما النبي اللي بيوصف وحشين وكرهنهم وبيكرهوكم وبتدعوا عليهم وبيدعوا عليكم ان ربنا ياخدكم وربنا يخفض من عددكم وربنا يعمل فيكم ويسوي، وانتوا بتدعوا كمان ربنا ياخدهم. الله، طب دول ما منشلهم وحشين، دول ناس مش طايقاه. النبي قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. شفت الاعتبارات؟ اعرف الاحاديث والروايات عشان تعرف النبي قال ايه. في حاجات تانية عن الحكام؟ في سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون بعدي امراء، امراء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ولا إيمان بعد ذلك. واحد يقول ايه، طب ما نجاهدهم بالإيد يعني نشيلهم، نشيلهم، تفهم غلط. تجاهدهم بإيدك، تكتب أي حاجة تغير المنكر بإيدك، مش بالقتال. ما القتال النبي قال لا، السيف لا، أمال إيه الجهاد باليد؟ اكتب، امسك حاجة زي كده، اتكلم، أي حاجة، مش القتال، مش الإزالة والإزاحة وال... من جاهدهم بيده، يعني جاهدهم، جاهد المنكرات بتاعته فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، اتكلم كده بلسانه، المنكر ده حرام لا يجوز، المنكر ده مذكور في القرآن في آيات كذا يتشال، المنكر ده مذكور في السنة كذا الصح كذا، باللسان. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، يعني بقلبه يعني يشوفوا وشه كده ان هو بيكرههم، مش مرتاح لهم، مش عايزهم، القلب كده يحزن ويغضب بعلامات تظهر على الوجه، انا مش راضي على الوضع ده، مش عاجبني الوضع ده، مش موافق على الوضع ده، ده جهاد بالقلب، وليس وراء ذلك ايمان. اللي بيرضى ويتابع هذا هو الهالك الخسران. انما النبي ما قالش القتال. اعرف الحدود ايه، اعرف الناس دي هتعمل ايه، وانت واجبك تتصرف ازاي، حدودك ايه وحدودهم ايه. امال امتى يبتدي القتال؟ لما يظهر منهم كفر بواح، كفر. وهقول لك الحديث وقول لك البيان. سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، بايعنا رسول الله، احنا الانصار بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. يعني لو الحاكم استأثر بالأموال والخيرات علينا برضو، لو السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن نقول الحق أينما كن حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، وألا ننازع الأمر أهله، الحكام ما ننزعهمش إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى لا ننازع الأمر أهله، الحكام ما ننزعهمش ولا ننزعهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شفت النبي قال كم شرط؟ كم؟ لا، أربعة. اسمع، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا، تروا يعني انتوا تشوفوا الحاكم ده كفر، انتوا تشوفوه بعينيكوا. طب ينفع واحد يجيب لنا تسريبات؟ تسريب، تسريب ان الحاكم كافر؟ ما ينفعش تسريب.
حاجات سريه؟ لا، النبي قال الا ان تروا، لازم تشوف بعينك. شفت؟ دي مصلحه كبيره جدا، ده هترتب عليه امور. الا ان تروا كفرا. طب اللي اقل من الكفر ايه؟ كبيره. يعني ينفع في الكبيره؟ لا. طب فجور؟ لا. طب فسق؟ لا. امتى تشيلوه؟ لما يظهر منه ايه؟ كفر، وتشوفوه بعينيكوا. وكفر ايه؟ بواح. يعني ايه بواح؟ ما يختلفش عليه اتنين، يعني المسلمين كلهم عارفين ان ده كفر من غير تأويل. طب افرض ناس قالوا لا ده كفر وده مش كفر، ما ينفعش تزيلوه لان ده مش كفر بواح. تاني ابين اكتر، شوف الامام احمد مذهبه ايامه، يعني كان في ناس ظهروا بيقولوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، الناس قالوا كده، والكلمة دي غلط. والإمام أحمد كان يقول إيه؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر. من قال القرآن مخلوق فهو إيه؟ كافر. ده مين اللي يقول الكلام ده؟ الإمام أحمد. تعرفوا مين اللي كان بيقول إن القرآن مخلوق؟ الخليفة المأمون أيام الإمام أحمد، هو بيقول القرآن مخلوق، الخليفة، وبيمتحن العلماء. تعالى وسجن الإمام أحمد عشان الموضوع ده، واتضرب واتعذب وغيره، ولما علماء اتشالوا وقضاة اتشالوا عشان موضوع ايه؟ القرآن مخلوق. ده الخليفة بيقول القرآن مخلوق، تخيل، وبيمتحن العلماء وبيضربهم وبيسجنهم وبيقتلهم على المسألة ديت. يبقى هو ايه؟ مسلم ولا كافر؟ الإمام أحمد كان بيقول عليه خليفة وأمير المؤمنين وبيدعي له. طب ليه ما كفروش؟ عشان المسألة دي من الكفر الدقيق الخفي، مش أي حد يعرف، يعني مش كفر بواح. الكفر ده يعرفه مين؟ العلماء بس، مش كل الناس يعرفوه. فالكفر ده مش بواح، ولذلك كان أحمد يدعي له، والناس قالوا طب نخرج عليه نعمل ثورة وانقلاب، قال لهم لا. ليه لا؟ ان الكفر ده مش بواح. وضحت كده؟ تعالى على الحاكم اللي يعزل، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، في ادلة في القرآن والسنة ان كده كفر. شفت الضوابط اللي الشروط اللي النبي حطها ايه؟ غير كده ننابزهم بالسيف؟ قال لا. عرفت حدودك؟ وعرفت حدودهم؟ عرفت التوجيهات؟ عرفت الاوصاف؟ مع ان النبال هيعملوا كذا وهينحرفوا في كذا وهتشوفوا كذا وهيعملوا كذا. النبي قال، والنبي ده النبي وضح كان اكتر من اللي احنا عارفينه، وبين لنا حدودنا ايه، حدود الناس، علشان ما فيش واحد يجي يفكر كده من دماغه ويكون جاهل. يقول لك نعمل ثورة، طب ما نعمل انقلاب، طب ما نعمل خروج، طب ما نعمل كذا، طب ما نعمل كذا. يا ابني مش انت اللي تقول؟ يجي واحد يساري ولا واحد شيوعي ولا واحد علماني ولا واحد مقاول ولا واحد مذيع ولا واحد مفكر ولا واحد طالب ولا واحد، كل دول هما اللي بيفكروا في مصير الأمم، في مصير البلاد والشعوب، وهم اللي بيختاروا نتعامل حكام ازاي. الله، هم دول اللي بيوجهوا الشعوب. روح عند كلام الرسول، خد النور، خد العلم، خد البصيرة وامشي وراها. الناس يقولوا عليك بقى غريب، يقولوا عليك عميل، يقولوا عليك منافق، يقولوا عليك جبان، يقولوا عليك، مهما يقولوا، انت رحت تستنير بالانوار اللي النبي قالها لنا من زمان، ده قبل ما يجوا الحكام دول، ده قبل ما يجوا الرؤساء، قبل ما يجوا الملوك والامراء والسردين، قبل ما يجوا خالص. النبي قال هيجوا وهيعملوا كذا كذا كذا، وانتوا اعملوا كذا كذا كذا. حاضر يا سيدي، حاضر يا رسول الله.
ماشيين على النور اللي انت سيبه لنا، والناس هيستغربونا وهيتهمونا، بس احنا ماشيين على نور وبينة وبصيرة. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا فيما خافه واتقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أسرى وأمور تنكرونها. أسرى يعني إيه؟ يعني حكام وأمراء ورؤساء كده هيستأثروا بالأموال بتاعت الدولة، بتاعت الشعب، بتاعت البلاد، بتاعت الأموال. ستكون أسرى يستأثرون بها لأنفسهم أو لمن حولهم. بالمناسبة، وأنا بتكلم عن مين؟ مش عن حد معين. أنت دماغك راحت فين؟ كل الأمراء وكل الرؤساء وكل الحكام وكل الملوك وكل الكلام للكل. انت مفكر دي موضوعات عامة، هذه موضوعات شرعية إيمانية. ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله: ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ طيب اللي الأثرة دي لما ياخدوا الفلوس والناس محتاجة والشعوب عايزة وأمور تنكرونها، ما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله حقكم. ياه، ده النبي اللي بيقول، استغفر الله، حد قليل الأدب يطلع يقول عن كلام النبي سلبية؟ حد جاهل قليل الأدب يقول دي سلبية؟ يا جاهل يا بعيد يا قليل الأدب، مصلحتك ومصلحة الناس ده النبي عارفها من الوحي، الحفاظ على الشعوب والأمم والدول. أدوا الذي عليكم وسألوا الله حقكم. طب أجيب حق بدراعي؟ يا جاهل يا صاحب هوى، روح هات حقك بدراعك، تضيع البلاد والعباد، امشي ورا النور. أمال النبي باين ليه؟ أمال النبي اتكلم ليه؟ بيوضح ليه وقال هيعملوا كذا وحيستأثروا وحيقف منكرات وحينحرفوا ويفعلوا ما لا يؤمرون وحيعملوا. ايوه النبي عارف كل ده وقاله وقال لنا بقى انتوا تعملوا كذا 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 كذا، المصالح العليا للبلاد والعباد. انما احنا نسيب كل الانوار دي ونروح ورا واحد صاحب هوى، واحد ثوراجي، واحد بيهيج الدنيا وهيج الناس، واحد جاهل اللي مذيع واللي مقاول واللي شيوعي واللي يساري واللي علماني واللي ليبرالي واللي ديمقراطي واللي مفكر واللي بتاع سينما واللي بتاع مسرح، والناس تمشي وراهم. دول اللي بيحددوا مصير البلاد؟ اه دول. تخيل، شيوعيين واليساريين والعلمانيين وكل وشوية طلبة على شوية معرفش مين، كل ده دول اللي بيحددوا مصير الشعوب. هيتصرفوا ازاي مع الحكام؟ هم لهم طريقة، لهم أفكار، لهم آراء، لهم أهواء. احنا ورا النصوص، يعني ما نتكلمش. ما النبي قال لك اتكلم، ده أفضل الجهاد كلمة حق. فين؟ عند سلطان جائر هناك. بس مش عايز حالات يجي كده يقعد يتكلم على المنبر بتهيج الناس وخلاص، روح عنده هناك. افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. روح هناك واتكلم كلمة الحق. انما انت واقف من بعيد عمال تهيج الناس وبس، مش هي دي، مش عند سلطان جائر. النصيحة: قول انت تعبان ولا انا تعبان، بس من غير ما هيج الناس. قول انا معترض، قول انا مش موافق، قول انا متضرر، قول بس هي حدودك لحد كده.
انما يلا ثوره لا رحت انت في حته تانية. طب يلا انقلاب، طب يلا نغير، طب يلا نزيحه، طب يلا نزيله، طب يلا كذا. لا عديت حدودك انت، انت عديت حدودك انت، سبت كلام النبي ورحت لافكار الناس. طب احنا راضيين؟ لا، النبي قال ايه؟ من انكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. اللي بينكر وكمان بيكره الاعمال ديت كده تمام في السليم، لكن الخسران مين؟ من رضي وتابع. من رضي وتابع. طب دول الحكام، امال الناس اللي في زمن الحكام الوحشين دول، الناس هتبقى احوالهم ايه؟ النبي اتكلم احوال الناس واحوال القلوب واحوال الامه والمفكرين وحتى العلماء، وهذا له حديث اخر. كل حاجه النبي بينها، تبقى انت ماشي في النور، عندك بصيره، ماشي تمام، بس هتبقى غريب للناس، مش كده تفكيرها، مش كده اهواءها، مش كده الواقع ضاغط على الناس، خلي الناس بيعملوا عمايل من غير بقى لا قرآن ولا سنة، خلاص ده غلط. اعرف حدودك، واعرف حدود الحكام، واعرف مجالك ومجالاتهم وهيعملوا ايه، وتصبر امتى. طب نغير امتى؟ الا ان تروا، ما تنساش تروا، مش تسريب، مش عارف ايه حاجات، تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. دول الاربع شروط. في شرط تاني؟ في شرط تاني خامس بس مش مذكور في الحديث ده، اللي هو ايه؟ القدرة. لما في قدرة على ازاحة حاكم والاتيان بغيره، لما في قدرة، لما فيش قدرة خلي الامور زمائية. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول انا لو بحاول ازيل جبل من مكانه اهون من ان ازيل حكم حاكم لم يأتي وقته. حاكم انت عايز تزيله، ده انت لو بتشيل جبل يبقى اهون، تقدر تخيل، انت ما تقدرش، انما تزيل حاكم ولسه ربنا ما اذنش ان يتشال، انت بتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتتعب على الفاضي وهتخسر كتير وتخسر الناس كتير. خلي عندك بصيره. في احوال صعبه، في ظلم، في ظلم، ودينا بنتكلم اهو بصوت عالي، في ظلم، في ظلم، في فساد، في فساد، الناس تعبانه، كل الناس في كل البلاد مش هنا بس، الناس تعبانه، في ناس متضرر، في ناس مأزيه، في شر، في انحراف، في فسق، في فجور، في احوال وحشه، في منكرات، كل ده موجود. وقرب ينتهي، قرب ينتهي خلافه راشده على منهاج النبوه. اسال الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله لي ولكم ولكل المسلمين السلامة والعافية والستر في الدنيا والآخرة والأمن والأمان والإيمان والإسلام. أسأل الله لكل المسلمين راحة البال، راحة البال وسعة الرزق والبركات والرحمات. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا، وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.